وانتم الله يخليكم الله يخليكم لينا. الله يخليك. كي دايره سيدي حياد صباح؟ الحمد لله مزيانه نجوم مزيان. ايوا لاله بالصحه والراحه مزيان الله يطول عمرك. الله يسلمك. كاين شي حواله؟ كاين شي تبعبيع؟ ايوا كاين الخير انما الثمن مرتفع شويه. ايوا الله يعطينا باش نكونوا معاه. الله يقبله هو الاساس. يا الضحيه هديه هديه. الفخر اجي مرحبا بك. ربي يخليك بارك الله. موجود عندنا شويه ثمن منخفض شويه على البلدان كلها. ايوا الله يطول العمر. اللهم امين اللهم امين. قولي عائشه اش غتعطينا؟ نعطيكم واحد الكيكه بالفواكه الجافه. ولا كان الوقت نعطيكم واحد طورطة ديال الحامض. يلا تفضلي احنا ان شاء الله نزربوا باش ناخذهم بجوج. واخا لاله تناخذوا لنا الكيكه بالفواكه. أربعة البيضات. أربعة ديال البيضات. إيه. تنديروا كاس ديال العنبة ما كاملش سنيدة. كاس عنبة سنيدة. تنديروا نص هذا كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت. إيه. وتنديروا ثلاثة الخمارات كما قلت لك. والطحين تنديروا ثلاثة العبار ديال دانون. ديال الحك ديال الياغورت. ديال الطحين وياغورت. وتنديروا الحكوك ديال الحامضة. وتنديروا داك الحامضه معصره عصير ديالها وشويه الملح. الملح صافي. والملح هذا هو الخليط ديال العجين. نعم عندنا فيه اربعه البيضات. أيه. كاس لارب نقولوا تقريبا ديال السكر ديال العنبه ديال سنيده. أيه. كاس كامل ديال الزيت. أيه. واحد الحك ديال الياغورت ياك. أيه طبيعي. حك ديال الياغورت. ثلاثة البيضات، هذاك الخاوي ديال الياغورت كنعبروا به ثلاثة. نعم. القياسات ديال الطحين. ديال الطحين. نعم. وشوية الملح بطبيعة. نعم. الحال. واحد القبيصة ديال الملح. أييه. وتن الحامض والحامضة نحكوها ونعصروها. نعم. أيه. وتنخلطوا الجميع البيض وسنيدة تنخلطوهم جدا إلا الزيت تنخليوها هي الأخرى. نعم. من بعد حتى نطحنوا عاد تنديروا الزيت هي الأخرى عاد تنضيفوا الطحين والخمارات. وتنعملها في طاوة. هي وتنقبطوا الربع في ديك الكيسة نصوها بحياتي. نعم. تنديروه بالقرقع مقطع رقيق والتمر مقطع رقيق نفس المقدار. وتنديروا الزبيب. نعم القرقع والتمر والزبيب. والزبيب ايه حيت تنخلطوا الكيكة تنتبعوا لها داك الشيء واحد المعيلقة صغيرة إلا كان نسمو عندنا داك سكنجبير طري. نعم. تنديروا ديك معلقه صغيره فيها وتنخلطوا الجميع. نعم يعني حتى الاخر حتى الاخر منين تنخلطوا كل شيء كنضيفوا ديك الفواكه الجافه اللي عندنا. أيه وتينا شويه ديال القرقع شويه ديال التمر مقطع طريفات وشويه ديال الزبيب واحد شويه ديال السكنجبير من الافضل الا كان طري عاد نحكوه الا كان طري من الاصل. وتندخلوها الفران. نعم. تنديرها في الطاوله ندخلها الفران مده ديال 45 دقيقه. نعم. تكون العافيه مهيله. نعم 45 دقيقه. ساعه الا بعد ما بعد ما تنخرجوها من الفران تيكون عندنا واحد دانون نخلطوه بواحد جوج معالق ديال الكاكاو. اها نعم. تنديروها من الفوق حيطب ونتكوها نتكو الكيكه ونكبوا عليها داك الخليط. يعني باش تشرب شويه داك الياغورت مع الكاكاو. مع الكاكاو ومن بعد تنزوقوا بالقرقع طريفات ديال القرقع مزوقه بها. الله يعطيك الصحة. وتنقدموها بالصحة والعافية. الله يعطيك الصحة لالا. ناخذوا الوصفة الثانية. واخا اختي غنقبطوا لالا. شنو سميتها بعدا؟ شنو غنسميها؟ هادي طورطة ديال الحامض. طورطة ديال الحامض. ايه. طرطه ايه بالحامض. تفضلي. وسيتخون. ايه. تنخلطوا الى الطحين تنديروا ديك 250 حتى 300 غرام ديال الطحين. دقيق من 250 تقريبا حتى 300. ايه وتنديروا لالا واحد جوج ديال الصفر البيض. اصفر البيض جوج. واحد جوج معلقه ايه جوج معلقه ديال جوج معلقه ديال سنيده ولا ثلاثه باش تزينا حلوه. ديري ثلاثه ديال المعلقه ديال السنيده. نعم. كبار جوج معلقه كبار ديال الزبده. وتنقبطوا ديك الشيء وتنخلطوه مزيان تنرملوه بين يدينا. تترمل وإلا في حالة جاتنا شوية قاسحة تنزيدوا واحد المعلقة ديال الحليب. صافي ترمل. ممكن معلقة تدخل في الحليب وممكن ما تدخلش. يمكن تدخل هي على حسب الخليط اللي غادي يكون. نعم. من بعد تنخدي داك الشيء تنخليوها تنغطيوها، إلا عندنا الوقت تنخليوها حتى ديك نص ساعة في الثلاجة.
نعم. من بعد لاله حيت تخرجوها تنطلقوها في ذاك المول ديال التورطات وتنسكوها وتندخلها للفران ربع طيبه ماشي تتحمر. نعم. تفضل. من بعد تناخذ شويه ديال الكريمه تنديرها لاله ربعه ديال اصفر البيض. ربعه ديال اصفر البيض؟ اييه ربعه ديال المعلقه ديال سنيده. نعم. تنديروا ثلاثه الحامضات محكوكين ومعصرين. نعم. من بعد لاله تنقبطوا داك الشيء تنقبطوا واحد جوج معلقه ديال مايزينا. نعم ديال النشا. ديال النشا. من بعد لاله تندخلوا داك الشيء تنخدموها مزيان في الكاسرونه فوق البوطه. نعم. مع ربعه ديال صفر البيض تنخدموا كل شيء الصفره ما تيطيب تيمدي. نعم. تيبقى محافظ على هذا. ومع التحرك بالمغرفه ديال الخشب نحركوا حتى تترجع كريمه. تنديروا لها واحد المعلقه ديال الزبده. نعم. حتى تذوب ديك الزبده مزيان واحد الفانيه. لما تنخرجوا الطاوة ديال الحلوة تنخرجوها من الفران تنكبوا عليها ديك الكريمة. نعم. تنكبوا الكريمة وتنقادوها وتندخلوها الفران مرة ثانية. ماشي لالا؟ نعم تفضلي. تنقبطوا لالا ديك ربعة البيضات أبيض البيض اللي بقى لنا. نعم. تنقبطوه نخدموه مزيان مع الملح حتى يطلع تنقبطوها لالا وتنخرجوا الطاوة مرة أخرى تتكون جمدات. تنكبوا فيها داك أبيض البيض وتنشرحوهم قد وتنزوقوه بالفرشيط على السطل وعلى الأرض. نعم. يعني كان غير تنمروا فوق منه الفرشيط باش يعطينا بحال شي مويجات بحال المواج فيه. نعم. المواج. من بعد تنرصوا شوية ديال سنيدة. نعم. تندخلوه للفران تياخذ غير واحد اللون ذهبي. نعم. من بعد ما تنخرجوا ثاني صافي تنقدموها بالصحه والعافيه. يعني المره الاولى كنطيبوها ديك غير شويه غير العجينه اللي قصناها قبط راسها، المره الثانيه كنخويو ديك الكريمه اللي حضرنا بالبيض البيض والحامض والنشا شحال تنخليوها المره الثانيه؟ المره الثانيه غير تتقب غير تتحسي بها تحمروا ديك الجنيبات يتحمروا. لا ما تحمر بزاف غير تتقعد هذيك تتخسي صبعك ما تيدخلش تتحسي بها بان اختلات صحت شويه صحت شويه في الفران. نعم. عاد نخرجوها نديروا داك البيض البيض وتنخدموا حتى يطلع عند مزيان وديك الساعه تنرشوا بسنيده وتندخلوها للفران. نعم. حيت توليها فوق اللون ديالها ذهبي تتجبديها لا ما تحرق غير ذهبي. نعم. وتنخرجوها تنخرجوها تنقدموا. نعم. نعاودوا المقادير إذا سمحتي. قلتي لنا بالنسبة للعجينة كنحتاجوا تقريبا ما بين رابعة الطحين 250 حتى 300 غرام ديال الطحين، عندنا جوج ديال الصفر ديال البيض. أييه. عندنا ثلاثة المعالق كبار ديال السنيدة. أييه. جوج معالق كبار ديال الزبدة. أييه. كنرملوا ذاك الدقيق اللي عندنا. ولا نقدروا نحتاجوا غنزيدوا معلقة ديال الحليب. في حاله لا احتاجيناها كنديروها كره تغدر في شي بلاستيك وتدخل الثلاجه نحضروا. عندنا بالنسبه للعناصر ديال الحشوه ديال هذا لاطارت بالحامض عندنا ربعه ديال صفر البيض، ربعه المعالق كبار ديال سنيده، ثلاثه ديال الحامضات محكوكين وعاد معصرين، جوج معالق ديال النشا كنخدموهم جيدا على النار تترجع لنا كريمه. ونسيطروا الحليب نسيطروا الحليب نسيطروا الحليب حيت لازم الكريمه خصها تسيطر الحليب. نعم. نص لتر ديال الحليب ومن بعد كنضيفوا لها معلقه ديال الزبده حتى تنطفيو عليها غير باش تنحطوها مع الفانيه. نعم. تعطينا ديك اللوغو ديال اللوغو وتكون تتبري يعني الطعم وتخرج تتبري. اييه وتندخلوها. نعم تصاوبوا ديك الطارطه ديالنا في المول ديالها كتدخل تطيب نص طيبه تتخرج كنضيفوا لها هذه الكريمه تدخل الفران كنحضروا البيض البيض مع واحد القبصه الملحه حتى سيطلع تنخويوه فوق منهم نموجوه بواحد الفرشيطه نرشوا عليه شويه سنيده وردوه مره ثانيه للفران. واللي عنده الشاليمو يديرو احسن. الشاليمو غيجي احسن. نعم. يجي زعما تيجي ما غيحتاج شيء يدخل للفران. يرتاح. اي اختي. تبارك الله عليك عائشه شكرا. الله يطول عمرك.